إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. هل يجوز قراءة الفاتحة في السجود والركوع بقصد الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال طيب لأنه قيد. عندما نقرأ الفاتحة في الركوع أو السجود ننظر بأي نية أو قصد نقرأ الفاتحة، فإن كنا نقرأ الفاتحة في الركوع والسجود لمجرد أنها الفاتحة السورة من القرآن فهذا يكره، لأن النبي قال لا قراءة في الركوع ولا في السجود، وإنما تسبحون في الركوع وتدعون الله عز وجل في السجود. أما إذا كنت تقرأ الفاتحة لما فيها من دعاء، لأن الفاتحة فيها ذكر في نصفها الأول ودعاء في نصفها الأخير، إذا كنت تقصد الذكر والدعاء ولا تقصد أنها سورة من القرآن فيجوز لك ذلك ولا شيء عليك فيه بلا كراهة، والله أعلم. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.